فتحي بن طاهر الحاج طاهر محمود الوتي. نشاطنا كله في الجانب الدعوي، كنت مشرف على المعتمديات الريفية. فتحي عنصر بارز في صفاقس، الأمن الكل يعرفه، تم اعتقالي وتم حجزي لأني كنت محجوزا بدون أي تهمة. كانت وسائل التعذيب القسوة والشدة، وخاصة أن الناس كان طبعهم غلاظ بالرغم من حالتي الصحية. وهوني أشير أنهم جابوا لي طبيب، يعني كانوا يعذبونا تحت إشراف الطبيب. مستعد بس يضحي من أجل يعني غيره فتحي بشكل دائم، يعني مسكين، يعني دفع ثمن غالي ياسر، أنه أكثر واحد تعذب فينا هو فتحي. كانوا ثلاثة جلادين يقودونني للمهدية، أرادوا تعذيبي بعيدا عن مدينة صفاقس. كانوا سكرانين وكان عندهم هدف واحد، هو شكون مشرف مدينة صفاقس. كان من جملة التعذيب كان يضرب على الرأس، لكان يعتقد أن وقت اللي يضرب على الرأس ربما نفقد الذاكرة ونبيح بأسرار. كانت عنده شجاعة باش يجاد القاضي التحقيق ند لند، لأنه يعني وقت اللي قال له راهو هذه من أثار الحذاء التفت، كانت عنده الفضل أنه التفت إلى حذاء قاضي التحقيق، قال له راك أنت تحمل نفس الحذاء اللي نحمله أنا. قال لي بالحرف الواحد مدير السجن 9 أفريل، قال لي ولدي المطلب بتاعك من عندي باش يمشي للداخلية، بالداخلية يمشي للرئاسة، من السجون، من السجون ماشي للرئاسة، تكمل الربطية بتاعك وما يجاوبوناش عليه. احنا في الميثاق بتاعنا حتى يكون إسرائيلي يكون صهيوني يكون عدو، معناها 1000% عدو، معناها يلزمك تدوي على أساس أنه إنسان كيف وكيف أي إنسان آخر، معناها ما تنجمش يلزمك. برج الرومي الحقيقة كان كذلك، يعني سجن إرهاب، مدير الزغلامي كان ما نقولش مدير، إرهابي من الطراز الرفيع. الضرب اللي ضربوني والتعذيب اللي عذبوني والتعليق اللي علقوني والهرسة اللي هرسلوني ما يشتع ناس مسلمين. خرجونا احنا من الحبس في برج الرومي ودزوا علينا بالعصا، وشو قول لنا؟ قاقي، خاطر انت سارق دجاجة، انت منتيش من انتمام، انت سارق دجاجة، قاقي كي دجاجة. تعامل معنا مدير السجن على اساس ان ناس يعني قيادات أمنية وناس من خطيرين من نوع كبير برشا، وبطبيعة حال بالنسبة اللي هو استقبلنا استقبال يعني بالضرب وبالكلاب، وكنا الإرهاب. وبعد فترة عد علي الطبيب نفس العملية، أعطاني لوحة على سنرقد. هذا المحنة سواء كان في برج الرومي عملنا إيقاف عام وتسعة شهور، هبطونا لصفاقس تحكمنا محاكمة ابتدائيا ثم استنافيا، حكم علينا بالرغم المحامي بتاعي قدم ملفا بالصور الشمسية للقاضي، والقاضي قال لي، قلت له راهم عذبوني، قال لي اشكي به. لولا الأمل لذق العيش. قال صلى الله عليه وسلم: الأمل رحمة مهداة لأمتي، لولا الأمل ما غرس غارس شجرا وما أرضعت أم ولدا. وحال ما كان ساعة الفدلك السمحة في السجن مش الإنسان يروح على روحه. نقول لك على حاجة بنتي، كنا باش نخرج شوية من السجن في الصباح نقول له شفته البارح في المنام، يعني متعلقين حتى بالمنامات. اشتمى باش لعل وعسى ونولي عاد. احنا عندنا اخ ديما فدالكي سمح، قال انا البارح شفت رؤيا سمحه برشا. شنية؟ قال جاني في الليل عمي منصور. عمي منصور معنا حاجه كبيره برشا، منصور يشقى. وقال لك عمي فرجت مات، معنا خلاص معنا ما انتوش خارجي من الفرج مات. قبل المحاكمه جاء صادق شعبان ودار على كل المحاكم تقريبا بتاع الجمهوريه، وكانت يعني الأحكام كلها جاهزة. ورغم أنه سعب لهم مات وقت المحامي متاعي، يعني قال لي راه إن شاء الله أنه تخرجوا، إلا أنه يعني الحكم كان يعني نقصون لك الواحد عام. وقت نذكر الحاكم يعني القاضي هو كمون، تصور يعني القاضي كمون،
وقت مشالوا عبد الوهاب معطر وقال له سكمون كيفاش انت انسان تخاف ربي يعني وتظلم في العباد وكل شيء، قال له انا نقصت لهم عام وضحيت يعني ما نعرفش المستقبل ايش يصير يعني انا خالفت التعليمات. الحكم النهائي 4 سنوات ونصف سجن من اجل الانتماء، و5 سنوات مراقبه اراديه وخطيه ماليه، هذا الكل من تهمه الانتماء اللي المشرع يقول من خطيه ماليه الى 5 سنوات القاضي. وهذه اشاره ان القضاة كان انذاك وزير الداخليه محنتنا انه كان القلال عبد الله القلال كان وزير الداخليه واراد بتنكيله بجهه صفاقس ان يعطي عربون وفاء لسيده انه ينتقم الجهه بتاعه هو. كذلك صادق شعبان اللي كان وزير العدل وقبل للتاريخ قبل حكم علينا بليله واحده في الاخبار تاع التلفزه، وهوني اعرج ونقول لك قعدنا فتره الايقاف لمده 9 شهور لا تلفزه لا راديون لا جريده، غايبين، تحسبنا من اهل الكهف من اهل الكهف. استغربنا اول ليله هبطونا لصفاقس قبل المحاكمه بيوم في التلفزه في الاخبار بتاع 8 احد الاخبار تقول ما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا. قعدنا نغزر البعض من الموقفين شنو الاتحاد السوفيتي سابقا، تركنا الاتحاد في عند الاعتقال، خلينا الاتحاد السوفيتي قوه عظمى حرب الخليج. وقت اللي قعدنا 9 شهور متغيبين على العالم على الداخل وعلى العالم، الحقيقة يعني كانت مأساة. وهوني يدخل يعني السجن كان أداة عقاب بالنسبة للمناظر. كان كيف يجوا أهلنا ومالينا المسكنات من السجون الكل من بقعة لبقعة من صفاقس، تمشي للقصعي، تمشي للبرج الرومي، تمشي لتونس، تمشي للمهدية، تمشي لقرنباليا، هما مسكنات باش يجي يشوفك 5 دقائق، ها تقعد وبعد يخليك 5 دقائق وثم السيطاري يجبدوا على مرتك وصيراتك، هما مسكنات دو باش يشوفوك ويسكر السيطار. الماكلة اللي تجينا تجي الخيرات، يعطيك كان اشترها ويقول لهم كولوا، المدير كولوا ماكلة الخوانجية والفتوى عندي أنا حلال محلل. ها احنا في قرنباليا بالجوع كان شربة وشوية حمص، حتى واحد من الأخوة قال انا والله كيف نشوف هالشربة ذي يجيني البكاء. وللتاريخ هناك من الأخوة كان يصوم الدهر إلا في الأعياد، أولا تقرب من الله وما عنده ما يعمل، وزيد من قلة الأكل. العائلة تكبدت المشاق الكبيرة، وهون كانت السجون إدارة السجون كانت حتى هي انخرطت في اللعبة القذرة بتاع بن علي، كانت تنكل بالمساجين. يعني الحقيقة من ضمن الزيارة يتنقل العائلة، الوالد اللي عمره 80 سنة نحكي لك عليه، يتنقل سواء كان لتونس العاصمة سواء كان للقصرين بالرغم السن بتاعه والمتاعب والمشاق لفترة تاع 5 دقائق. كان قلق ياسر الوالد، كان تعب معناها ديما، معناها يذكره ديما هاك اللي ما عندوش وقت باش ما تسمحلوش حتى صحته باش يمشي مثال الأقصى السجون كي بنزرت ولا في القصرين. هزيت وقتها مشينا عدت زيارات، هزيت معناها الفامي متاعه وهزيت الوالد ومشينا معناها وشفناه معناها وفي وقتها حال الشتاء معناها الطقس صعيب في القصرين. يحكي لي معناها كانت السبالة وقت اللي تحل السبالة تقطر تقطير معناها من أثر البرودة، فهمت، ويتوضاو من الماء هذاك، فهمت، معناها عناه شيء كبير، فهمت. والله زياراتي قاسية شوية على خاطر فتحي في بنزرت برج الرومي،
نخرج أنا ولدي معناها نصف الليل، وصلونا دارنا نصف الليل المحطة متاع الكار، وبعد كان نمشي ناخذو كار الحافلة توصلنا حتى البنزرت نصف كان 6 متاع الصباح، وبعدين ناخذو التاكسي باش نمشيو البرج الرومي. وبعد زيارة نقعدو نستناو كيف العباد، لمدة 5 دقائق نزورو وبعدين ناخذو التاكسي ونعاودو نرجعو. فترة قعدت راسخة في ذهني معناها الظروف نتاعها، كيفاش كان السفر، كيفاش كان الانتظار، كيفاش كانت الزيارة وما يحوم حولها، معناها من كيفاش كنا نستناو برشا، ساعات ما نقابلوش يرجعونا، القفة كانت كيفاش ندخلوها، ساعات ما ندخلوهاش، معناها برشا ذكريات ما زالت راسخة في ذهني إلى غاية الآن. الزوجة ربي يبارك فيها في مرحلة اللقاء، في مرحلة السجن، سواء كان في 9 أبريل سواء كان في برج الرومي، كانت ترسل لي حوالي بريدية ب50 دينارا، وكان عنوانها مكتبة المعرفة، المرسلة دالندا بن عمر، العنوان مكتبة المعرفة. أحد السجناء قال لي، أعطوني اليومية الماندا، قال لي شكون هذه؟ قلت له زوجتي. قال لي المكتبة دي بتاع شكون؟ قلت له مكتبتي كنت تخدم فيها. قام بتقرير سري وجهه إلى الداخلية ومنه إلى مركز الحرس، أن السيد هذا يلي شديتوه رأي مرته مازالت تخدم معلمة ومازالت عنده مكتبة تخدم، لذلك بحكم قطع الأرزاق دخلوا في المنظومة هذه، تم إقامة زوجتي عام 92 في غرة ماي، جاءوا المنزل الولد نتاعي وجاءوا هزوني، بعدين وقع التحقيق معايا غديك وتهمني بالانتماء إلى مجموعة غير مرخص فيها، الحكم بتاعها شهرين. يوم 1 ماي عيد الشغل، الأصل في شيء أن العالم كامل يحتفل بعيد الشغل، يوقع إيقاف عامل بالفكر أو للساعد في 1 ماي، هذه الحقيقة فضيحة من فضائح بن علي، فعلا تم إيقافها، والناس اللي كانوا في المكتبة حتى هم مسكين تم إيقافهم، أبناء الأخت هذه المرأة الفاضلة أم حبيبة ولدها قاوة في المكتبة ونسيبها قاوة في المكتبة، والأخ مراد التريكي اللي كان هو يشتغل في المكتبة وقاع إيقافهم الكل، وتكوين خلية دالندا بن عمر اللي هي زوجة فتح الواتي، وصابر اللي هو ولده حبيبة اللي كانت المكتبة تسمى مكتبتهم بس مموما، ونسيبه زوج أخته وتم إيقافه من زوجته، معناها تعبت هيك دي، معناها تخليت على العمل الأقصى وعلى العمل متاعها، قعدت معناها تعبة ياسر، وعندها وقتها وليد معناها قعد معنا معناها في دار جدو، ما فهمت التربية متاعه معناها ما شبعش بالحنين متاع والديه ومتاع أمه وأبوه واحد، معناها فهمت الحقيقة، معناها مرت بحالة صعيبة لأنها كانت تزاول مهنة التدريس، معناها من بعد فجأة لأنه تم اعتقال والدي، من بعد تم اعتقالها، معناها كانت بالنسبة لها تعبت شوية في البداية لأنه تم حرمانها من مزاولة نشاطها كمدرسة، وبعدين معناها تم سجنها، وللأسف معناها الوالد والوالدة معناها حالة صعبة معناها بالنسبة لنا أنه الأبوين يتم اعتقالهم زوز.